بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، الصف 11 متقدم إن شاء الله بحوله وقوته. سنستكمل معا منهاج الأحياء للفصل الدراسي الثاني، ونبدأ من حيث ما انتهينا الدرس الأخير تحت عنوان الاختلالات الغير معدية. في الحصص السابقة تكلمنا عن الاختلالات المعدية، كم منها اختلالات وراثية، منها اختلالات وراثية سائدة واختلالات وراثية متنحية. كمان درسنا جهاز المناعة تركيبه، وعرفنا دور المناعة المتخصصة والغير متخصصة، وإن شاء الله سنتكلم في الدرس النهائي للوحدة الخاصة بجهاز المناعة والاختلالات الغير معدية. وتقريبا هذه هي الحصة الثالثة للاختلالات الغير معدية. تكلمنا في الحصص السابقة تحت عنوان الاختلالات الغير معدية عن الاختلالات الوراثية والأمراض المزمنة. درسنا في الحصة السابقة الأمراض المزمنة وأشهر الأمثلة عليه. خدنا تعريف الأمراض المزمنة وإزاي نفرق بين المرض المزمن والمرض الوراثي، وهل هي العوامل الأمراض المزمنة هل هي عوامل بيئية فقط أم عوامل وراثية وعوامل بيئية. وخدنا أمثلة عن الأمراض المزمنة المشهورة في حياتنا. قبل أن نبدأ في الحصة الحالية أود منكم أن تجاوب على هذه الأسئلة، تعمل إيقاف للفيديو أثناء العرض وتجاوب هذه الأسئلة الآن. السؤال الأول، اذكر تعريف الأمراض المزمنة. أعتقد سؤال سهل وبسيط من خلال مفهومك، من خلال اللي أنت فهمته. أنا بحاول أفتكر معاك وأذكرك يعني ايه مرض مزمن، وقول لي بعض الامثله على الامراض المزمنه. السؤال الثاني، اذكر بعض الامثله للامراض المزمنه. هتقول لي امثله على الامراض المزمنه. طيب عملت ايقاف للفيديو، ابدا جاوب، ثم بعد ذلك استأنف الفيديو مره اخرى، وبعد الانتهاء من متابعه الفيديو والشرح عد الى الكتاب او الى الفيديو السابق، ثم اطلع على الاجابة وقارن بين اجابتك والاجابة الموجودة في الشرح السابق للفيديو السابق او من الكتاب المدرسي، ثم قيم نفسك الى اي مدى كانت اجابتك صحيحة ام خاطئة. واذا كانت صحيحة ما مدى الصحة بتاعتها، هل هي صحيحة بنسبة 100% او في بعض الاخطاء، ثم قم بتعديل إجاباتك إذا كانت هناك أخطاء. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن نقاط رئيسية برضو من ضمن درس الاختلالات الغير معدية. هنتكلم عن مفهوم الأمراض الأيضية، يعني إيه مرض أيضي. هناخد أشهر الأمثلة على الأمراض الأيضية ونعرف العوامل المسببة للأمراض الأيضية، هل هي عوامل بيئية أم عوامل وراثية؟ زي ما أخذنا الحصة الماضية وقلنا هل المرض المزمن مرض وراثي أم مرض بيئي؟ وكانت الإجابة برافو عليك أمراض وراثية، وهناك عوامل بيئية أيضا، ولكن الأشهر في الأمراض المزمنة هي أن تكون عوامل بيئية. اليوم في آخر الدرس سنحدد هل إذا كانت الأمراض الأيضية عوامل وراثية أم عوامل بيئية. قبل البدء في الدرس يخطر في بالك سؤال، هيجي في بالك سؤال أمراض وراثية وعرفناها، يعني نتج عن خلل وراثي إما في عدد الجينات أو في التعبير الجيني، الجين مش قادر يعبر عن نفسه.
طيب امراض مزمنه وعرفناها ان هي حصل تآكل او حصل تضرر او حصل تلف في عضو او في جزء معين او في نسيج معين. طب الامراض الايضيه هي ايه؟ قبل ما اكلمك عن الامراض الايضيه، عرفنا عن ايه كلمه مرض؟ مشهور، يقول لك واحد مريض بكذا، واحد مريض بكذا. مرض معروف يعني خلل في جسمه او عضو عنده مش شغال بطريقه سليمه، عنده خلل. طيب ايضي يعني ايه؟ كلمه ايض. ايض يعني ايه؟ ايض امراض ايضيه. عرفت كلمه، عارف معنى كلمه امراض؟ طب يعني ايه كلمه ايض؟ حكيت لكم عليها قبل كده. كلمه ايض اي عمليات او تفاعلات كيميائيه حيويه داخل جسم الكائن الحي ينتج عنها اما عمليه هدم او عمليه بناء. الهدم والبناء في جسم الانسان، جسم الانسان بيعمل تفاعلات كيميائيه، تفاعلات كيميائيه بالادق تفاعلات كيميائيه حيويه. هذه التفاعلات الكيميائيه التي تحدث داخل جسمي بينشا عنها اما بهدم او ببني. اما بعمل تفاعل كيميائي عشان اهدم ماده كيميائيه اخرى، او اعمل تفاعل كيميائي حيوي في جسمي عشان ابني ماده كيميائيه جديده. طيب يعني انت عايز تقول يا استاذ ان الايض معناه ان هو تفاعل كيميائي؟ اه، بالمعنى البسيط بتاعه اي تفاعل كيميائي داخل جسم الانسان ينشا عنه عمليه بناء او هدم. طيب تعال نشوف بقى كده التعريف بيقول ايه. عرفت كلمه مرض وعرفت كلمه ايض. التعريف اللي في الكتاب بيقول الامراض الايضيه هي مرض ينتج عن خطا في احد المسارات الكيميائيه الحيويه. مسار كيميائي يعني تفاعل كيميائي، تفاعل كيميائي حيوي داخل، كلمه كيمياء حيويه يعني تحدث داخل جسم الكائن الحي. مسارات كيميائيه حيويه حصل فيها خلل. المفروض مثلا يحصل عمليه اكل، وبعد ما اعمل عمليه التغذيه يحصل عمليه هضم، بعد الهضم يحصل عندي امتصاص، تنتقل المواد الغذائيه كلها داخل الدم، ثم الجسم او الخلايا تاخد منها ما تحتاجه، والفائض اما يخرج في عمليات الاخراج او ان هو يتخزن في الجسم بشكل دهون او بروتينات او جليكوجين اللي هو او نشا. طيب ايه اللي ممكن بقى الخطأ اللي يحصل؟ المفروض مثلا جسم الانسان، انا مثلا واحد محتاج في اليوم مثلا 50 جرام سكر، اكلت انا وجبة ايه فيها وليكن 1000 جرام سكر على مدار اليوم كامل، يعني جسمي في اليوم كامل بيحتاج 5 جرام مثلا. اكلت انا مثلا بلاش 1000، 100 جرام. طب انا جسمي بيحتاج 5، باقي 95 جرام هيروحوا فين؟ 95 جرام دول هيروحوا فين؟ لازم يتخزنوا. لو ما تخزنوش يحصل عندي خلل في جسم الانسان. يبقى الجسم لازم يعمل تفاعل كيميائي يحول السكريات ديت ويخزنها في اماكن مخصصه ليه. طب ما حصلش التفاعل الكيميائي ده، هيفضل السكر ده فين؟ في الدم، وبالتالي هيزيد معدل السكر في الدم، وبالتالي يحصل عندي مرض اسمه زي ما هنشوف شويه كمان شويه تابعوا الفيديو. قبل ما اتكلم عن الامثله عن الامراض الايضيه هقول لك يعني ايه مرض ايضي، يعني ايه اصلا ليه عمليات الايض بينشا عنها مرض او خلل، ليه بيحدث خلل؟ ركز معايا كده في الترتيب كده. اول حاجه يترتب على الامراض الايضيه ما يلي، يعني الوصف بتاعها اللي انا بقول لك ده هو مرض ايضي، يعني المضمون بتاعه هو ايه؟ او يترتب عليه ايه؟ عدم القدره على هضم انواع معينه من الاحماض الامينيه. يعني ايه حمض اميني؟ الاحماض الامينيه هي المونيمرات او الوحده البنائيه للبروتين. طب انا مش قادر اهضمها، مش قادر اعمل معاها تفاعل كيميائي الطبيعي، هتفضل في صوره احماض امينيه. طب انا لازم اخزنها في شكل بروتين، يبقى دي صوره صحيحه ولا غير صحيحه؟ لما تفضل في احماض في شكل احماض امينيه يبقى دي صوره خاطئه. بحتاجها في احماض امينيه فقط بس اثناء العمليات الحيويه زي عمليه نسخ الدي ان ايه. بعض الامثله على الاحماض الامينيه اللي ممكن احتاجها. طب انا مش محتاجها دلوقتي،
اخزنها في شكل بروتين. طب امتى اجيبها تاني احولها من بروتين لاحماض امينيه عند حاجه الجسم ليه؟ دي كلها اسمها تفاعلات كيميائيه حيويه او ما يتسمى بعمليات الايض داخل جسم الانسان. عدم القدره على هضم انواع معينه من الاحماض الامينيه من ضمن الاشياء او النواتج التي تنتج من الامراض الايضيه. طب لم يحصل عندي عدم هضم لبعض الاحماض الامينيه، كذلك قد يحدث عدم تنظيم للجسم. الجسم مش هيحصل فيه تنظيم، النظام بتاع الجسم كله هيحصل يبقى فيه خلل. مش النبي كان بيقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ وكذلك كان بيقول المسلم اخو المسلم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. اي خلل في اي نسيج او عضو في جسم الانسان بيعمل خلل في كل الاعضاء الاخرى، بيأثر عليه بنسب متفاوته طبعا. طيب لما يحصل عندي عدم تنظيم في الجسم، يعني الجسم بتاعي مش منظم، العمل بتاعه غير منتظم، يبقى ده بينشا عنه حاجه اسمها حاله ايه؟ خلل في الاتزان الداخلي. واحنا عارفين قبل كده كلمه خلل يعني ايه؟ مرض. فالاتزان الداخلي ما يحصل فيه خلل يحصل عندي مرض ويظهر علي اعراض للامراض اللي موجوده. يبقى الامراض الايضيه يترتب عليها ما يلي: عدم القدره على هضم انواع معينه من الاحماض الامينيه، وبالتالي عدم تنظيم الجسم، وبالتالي حدوث خلل في الاتزان الداخلي. طيب اشهر الامراض الايضيه ايه برايكم؟ ايه اشهر الامراض الايضيه؟ اشهر الامراض الايضيه كل الناس تعاني من السكر، او غالبيه الناس تعاني من السكر، لكن في ناس بيكون عندها نسبه السكر منتظمه، واحد عنده نسبة السكر بتزيد في أوقات معينة، واحد عنده نسبة السكر بتزيد مع أكلات معينة، واحد عنده نسبة السكر زايدة حتى لو أكل أكل يعني قليل جدا، واحد مهما أكل ما يزيدش عنده السكر. ليه؟ اختلاف العمليات الحيوية داخل جسم الإنسان. كل واحد يعني مش كل الأشخاص بيتغذوا نفس التغذية، يعني كله ما بياخدوش، يعني مش بالطبيعي الكل يبقى عنده نفس النسبة من السكر، ولا يكون عنده نفس النسبة من يكون بيحتاج نفس النسبة من الدهون، أو بيحتاج نفس النسبة من البروتين. واحد مثلا شغال في أعمال تحتاج إلى قوة بدنية، بالتالي يكون عنده نسبة الغذاء بنسبة الحرق بتاعه بيكون عالي، فبالتالي مهما أكل مش هيتكون عنده أي مواد زايدة أو فايضة عن حاجة الجسم، لأنه جسمه في إلى حاجة باستمرار، وده أفضل مسار للمواد الغذائية. ان انا اكل على قد الاستهلاك بتاعي، اتغذى وامد جسمي بالمواد الغذائيه الذي يحتاجها بقدر الطاقه اللي انا طالبها للعمل بتاعي، هنا ما يحصلش ليك امراض. طيب يبقى اشهر الامراض الايضيه اللي عندي مرض السكري من النوع الثاني زي ما موجود في الكتاب. ايه سبب مرض السكري؟ ايه سبب المرض السكري من النوع الثاني؟ ايه السبب بتاعه؟ ليه؟ ازاي بيتكون؟ او ايه سبب ظهور المرض ده؟ خد عندك اول حاجة عدم انتاج البنكرياس للانسولين بكميات صحيحة. انسولين بنكرياس، فالبنكرياس اخذنا درسناه في الجهاز الهضمي، هو من ضمن ملحقات الجهاز الهضمي، من ضمن الاعضاء اللي بتساعد في عملية الهضم. طيب انسولين ده الاسم ده اللي بسمعه في البيت عندنا او في بيت جارنا، اصل فلان بياخد حقن انسولين، والتاني بياخد اقراص انسولين، والتالت بياخد قرصين او ثلاثه، والتاني بياخد جرعه زياده شويه، وده كان بياخد سنت دلوقتي بياخد 2 سنت. يبقى ليه؟ نسبه الانسولين بتزيد في الجسم على حسب نسبه السكر اللي موجود. لو السكر بتاعي في الجسم بتاعي عالي يبقى لازم اخد انسولين عالي. طب لو السكر بتاعي ازيد من المعدل الطبيعي بكميات قليله يبقى اخد ممكن ما اخدش اصلا اي انسولين، او اخد نسبه قليله جدا. يبقى الانسولين، انت سمعت صح، الانسولين ده هو اللي مرضى السكر بياخدوه. بياخدوه بقى عشان عندهم نسبه السكر او الجلوكوز في الدم مرتفعه، فبياخدوا انسولين عشان يحولوه من جلوكوز في الدم الى جليكوجين يتم تخزينه. طب لما الانسولين ده مش موجود في جسمي، يعني جسمي ما بيقدرش يصنعه لوحده؟ هو جسمي بيصنعه. بيتصنع من ايه المصنع بتاعه؟ هو البنكرياس. فبالتالي البنكرياس لما ما يقدرش ينتج او يصنع انسولين بكميات صحيحه او بكميات كافيه، سواء كانت زياده او نقصان، لو زاد عن اللازم بيخفض مستوى السكر في الدم، وبرضه ده مرض. طب لو
قل مستوى الانسولين يزيد مستوى السكر في الدم، وده برضه ينتج عنه مرض، لان الزياده عن اللازم وانه يقل زياده عن الزياده عن المطلوب وانه ينخفض عن المطلوب ده اسمه خلل. طول ما انت بعيد عن مرحله الاتزان ده اسمه خلل، لو انت زودت عن المرحله بيحصل عندها الاتزان ينتج خلل، والخلل معروف انه هو مرض. طب لو انا قللت عن مستوى الاتزان برضه خلل. فالبوصله هنا مين؟ البنكرياس، هو الذي يصنع الانسولين بالكميات المطلوبه زي ما ربنا امر. لو البنكرياس بقى لا قدر الله عنده خلل في عمليه تكوين الانسولين، يعني عنده ضعف او عنده زياده، ايه اللي يحصل؟ اما هيقل السكر او يزيد السكر. طب مرض السكر بيجي منين؟ لما يقل الانسولين. ليه لما يقل نسبه الانسولين؟ لان الانسولين لما مستواه يقل، لما مستوى الانسولين يقل يرتفع معدل السكر في الدم. تاني سبب مرض السكري من النوع الثاني عدم انتاج البنكرياس للانسولين بكميات صحيحه. طب ده بينشأ عنه ايه؟ لا يدخل الجلوكوز الى الخلايا بشكل طبيعي. الجلوكوز مش هيدخل الخلايا بشكل طبيعي، لان الخلية اصلا عملية انتقال المواد من الدم الى الخلايا لها علاقة بقوانين النقل، عمليات النقل الى الانتشار. انتشار او انتقال من وسط ذات تركيز عالي لوسط ذات تركيز منخفض، فلو الدم تركيزه عالي جدا لازم يحصل انتقال للجلوكوز، فبالتالي الخلية هتاخد الجلوكوز زيادة عن اللازم، فبتكون بشكل غير طبيعي والعكس صحيح. لو الجلوكوز قل عن الكمية المطلوبة بالتالي الخلية مش هتاخد ما يكفيها من الجلوكوز، وبالتالي مش هتقدر تنتج لي الطاقه بالشكل اللازم، يبقى برضه يحصل عندي خلل. لما الجلوكوز لا يدخل الى الخلايا بشكل طبيعي ما يحصلش له عمليه اللي هو التفاعلات الكيميائيه الحيويه او التنفس الخلوي، ده يحدث عنه ايه؟ يحدث عدم اتزان لنسبه الجلوكوز في الدم. الجلوكوز له نسبه معينه، لو زاد عنها مرض ولو قل عنها مرض، وفي الاخر بيحصل حاله عدم ايه؟ اتزان نسبة الجلوكوز. مرض السكر هل هو بس مرض في حد ذاته؟ يعني المشكلة كلها في المرض ان هو نسبة السكر عالية في الدم؟ هقول لك لا. امال ايه؟ لان السكر لو زاد في الدم بيأثر على الاعضاء الاخرى، مش لسه قايل لك تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اذا اشتكى منه عضو، او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لو حصل خلل في نسبه السكر ده هيؤثر على بعض الاعضاء الاخرى زي ايه؟ الكليتين وشبكيه العين. عشان كده تلاقي مثلا واحد عنده سكر معرض للاصابه بضعف النظر لو ما عملش ايه؟ لو ما نظمش السكر بتاعه. ايه العوامل اللي بتؤدي الى مرض السكري؟ ايه العوامل اللي بتؤدي لمرض السكري؟ زي السؤال اللي ظهر عندك على الشاشه دلوقتي، بيقول لك هل العوامل البيئيه فقط هي التي تسبب مرض السكري؟ بالطبع لا، فهناك عوامل بيئيه زي النظام الغذائي. واحد ما بينظمش الغذاء بتاعه، بياكل اكتر ما بيحرق زي ما بيقولوا، يعني بياكل كميات كبيره من الاكل وبيحرق كميات قليله، فيكون معرض للاصابه بقى بالسكر والسمنه وغيره. طب هو عوامل بيئيه بس؟ لا، هناك عوامل وراثيه ايضا. ليه بقى؟ الجين المسؤول عن انتاج الانسولين قد يكون مش موجود او موجود وغير نشط او كسلان، فما يفرزش الانسولين، لا يتم افراز مين؟ الانسولين. يبقى العوامل التي تؤدي الى مرض السكري ليست عوامل بيئيه فقط، ولكن عوامل بيئيه زي النظام الغذائي وعوامل ايه؟ وراثيه. بعد الانتهاء من الدرس عليك ان تاتي بورقه وتقوم بعمل جدول وتقارن بين الاختلالات الوراثيه والامراض المزمنه والامراض الايضيه من خلال التعريف والامثله والاسباب التي تؤدي الى هذه الامراض. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.